خلونا نروح لوزارة التربية والتعليم، عاملة حاجة بقى أنا مبسوط بيها. هي دي النسخة الثالثة أو الطبعة الثالثة أو المرحلة، يعني سميها زي ما تسميها، إطلاق النسخة الثالثة من المشروع الوطني للقراءة لسنة 2023. مشروع وطني للقراءة ده واحد من أهم الحاجات اللي تتعمل بالمناسبة لتنمية ورفع وعي الشعوب، فما بالك عندنا هنا في مصر. القراية بالمناسبة ما هياش طرف، حقيقي مش طرف. القراية أنا في رأيي المتواضع مهم قوي إنها تبقى جزء من حياتك اليومية، أو على أقل تقدير حياتك الأسبوعية. يعني أنا أشوف إنه ما ينفعش يعدي عليك أسبوع، ما ينفعش بقى اللي هي الاستحالة، من غير ما تكون قريت نص كتاب. يعني الشهر يقف عليك بكتابين. مش بقول لك كتب اللي هي الكتب اللي هي الشكل المرجعي الكلاسيكي ده اللي هو هتلاقي الكتاب قد كده وبتاع، خالص. اقرا لك روايه ليوسف ليوسف السباعي، لمجموعه لاحسان عبد القدوس، مجموعه قصصيه حياه، مجموعه ليوسف ادريس، مجموعه قصصيه قصيره لطيفه، مسرحيه لتوفيق الحكيم، كتاب لعباس العقاد. والجديد يعني انا بس بقول لك علشان خاطر الجديد، لو انا نسيت منه حد فممكن يحملها يعني في صدره، وانا ما احبش كده. لكن انا بقول لك على القدام، القدام رحمه الله عليهم، فدول مش هيزعلوا مننا لو وقع مني اسم ولا اسمين. اللي عايز اقوله اقرا. طيب تقرا في ايه؟ اقرا في اي مجال. مره زمان كان عندي 11 سنه وبدات اجازه الصيف، 11 او 12 سنه بدات اجازه الصيف، ف والدتي معودانا انه تيجي اجازة الصيف بتدلنا ميزانية للكتب، يعني خد الفلوس دي هات الكتب اللي انت بتحبها واللي تقراها ومش عارف ايه، ربنا يديها الصحة. فرحت لها بقى في بداية اجازة الصيف على اخد المعلوم ده مبدئيا يعني، فرحت عشان اخد الفلوس، فادت لي الفلوس. قلت لها طب انا دلوقتي هنزل هروح المكتبة، كان عندنا مكتبة حلوة كده في اخر الشارع خالص، اجيب ايه؟ قالت لي يعني ايه تجيب ايه؟ هتجيب كتب. قلت لها ايوه، يعني اقرا في ايه؟ قالت لي يا يوسف مفيش حاجه اسمها اقرا في ايه نصا، الكلمه دي فضلت محفوره في ذهني لحد اللحظه دي. قالت لي يا يوسف مفيش حاجه اسمها اقرا في ايه، انت تقرا كل حاجه. قالت لي عارف طبعا احنا على ايامنا وانا صغير كان لسه اللب بيتباع في قراطيس قبل ما يبقى في بتاعات نايلون كده دمها تقيل. اه والله يا حافظ كان في قراطيس، قراطيس قراطيس يعني قرطاس الكراسه كده، كان الراجل بتاع اللب يشتري الكراسات بتاعت التلامذه ويعملها قراطيس ويحط لنا فيها اللب، وساعات كان يبقى القرطاس بقى هو عامله كده بالصبغ فيبقى ملفوف كده على شكل بقى اسطواني مش بالشكل المخروطي. المهم طبعا كان حجمه اصغر من الورقه دي، اسمها فلوسكاب على ايامنا، دلوقتي بقت اسمها A4 بصرف النظر عن المصطلحات الحديثه. فلوسكاب كانت اسمها احلى من كلمه A4. المهم فقالت لي انت لو لقيت قرطاس لب ازقز اللب واستمتع بيه وفك القرطاس اقرا اللي مكتوب، اكيد اكيد هتستفيد. اه والله العظيم انا خدت دي بقت حلقه في ودني. قلت لها ايوه يعني ما اقراش حاجات معينه؟ قالت لي اقرا كل حاجه، وبالوقت انت هتلاقي نفسك عندك ميول لنوعيات بحد ذاتها، بس ابقى وريني الكتب اللي اشتريتها وهبقى اقول لكم ليه بعد ما اخد معايا على التليفون دكتور ايمان محمد حسن، منسق عام المشروع ورئيس الاداره المركزيه للانشطه الطلابيه بوزاره التربيه والتعليم. اهلا اهلا يا دكتور ايمان. اهلا بسيادتك يا فندم. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير الحمد لله. اطلاق النسخه الثالثه من المشروع الوطني للقراءه، ملامح هذه النسخه الثالثه ايه يا فندم؟ والله هي الملامح مبشرة جدا، يعني احنا لسه اطلقنا النسخة امبارح زي ما حضراتكم عارفين واعلنا عنها النهاردة على الموقع، سجل اكتر من 24 الف طالب وطالبة. حلو. فيعني بصراحة هو المشروع يعني بيتناسب مع يتماشى مع رؤية مصر 2030 في ان هو مشروع ثقافي تنافسي مستدام. يعني حلو. ده اللي انا بسال عليها دكتور ايمان. انه احنا عايزين نعرف المشاهد، يعني العالم الحاضر يعلم الغائب، يعني ايه يخشوا على الموقع ويخشوا على الموقع ليه ويسجلوا ليه اصلا، وايه هو شكل التنافس؟ عاوزين نشرح يا دكتور.
طيب احنا عندنا نوعين من المسابقه اللي خاصين في المشروع الوطني للقراءه المعني بيهم وزاره التربيه والتعليم. عندنا بعدين خاصين بينا، البعد الاول وهو الطالب المثقف، البعد الثاني وهو المعلم المثقف. الطالب المثقف دي منافسة في القراءة لطلبة المدارس كلهم لجميع المراحل التعليمية. عندنا من أولى لثالثة ابتدائي فئة، ومن ثالثة ابتدائي لستة ابتدائي فئة أخرى، والمرحلة الإعدادية فئة، والمرحلة الثانوية فئة، ثانوي عام وفني. فكده بنستهدف الفئات التعليمية بتاعتنا كلها، المراحل كلها من أولى ابتدائي لثالثة ثانوي. طيب كده الطالب. كده الطالب. المعلم المثقف دي منافسه في القراءه للمعلمين. حلو. الحقيقه احنا ما بنستهدفش معلم اللغه العربيه، لا احنا بنستهدف جميع المعلمين. حلو. سواء لغه انجليزيه، رياضيات، عربي، دراسات، انشطه تربيه رياضيه، اخصائيين مسرح، جميع من يعمل مدرس في التربيه والتعليم. طيب ايه شكل المنافسه يا دكتور ايمان؟ هيتنافسوا مع بعض ازاي الولاد؟ المنافسة عبارة عن ان الطالب مطلوب منه ان هو يقرأ 30 كتاب باللغة العربية بما يتلائم مع مستواه العمري واللغوي. 30 كتاب على مدار العام؟ على مدار فترة المسابقة اللي هي بتستمر طول العام، لكن هي من المرحلة التصفيات الأولية بتبدأ في شهر 4، بعدها بيقفل الموقع، قبلها بيقفل الموقع، لان بنبدا التصفيات بالفعل. يعني في تبقى مده قد ايه دي؟ 4 6 شهور يقرا 30 كتاب. تقريبا. كتير بس ماشي. نعم كتير. لا ما هو للطلبه هي متقسمه عدد صفحات للكتاب، يعني معانا الصف الاولاني الكتاب بتاعه 15 صفحه. ماشي. الصف الثاني 20 صفحه. اوكي. الثالث 25 صفحه. الصف الرابع 35 صفحة. وبنبتدي نزيد 5 5 لغاية ما بنوصل للمرحلة الثانوية، تالتة ثانوي، طالب تالتة ثانوي 85 صفحة. ماشي. يعني هو مسموح لهم في كل المجالات ان هم يقروا في المجالات اللي بيحبوها، عشان يبقى عندهم شغف وهم بيقروا الكتب دي في 5 مجالات مختلفة. حلو. علوم، طب، فلك، قصص، يعني اي مجال. كل واحد على حسب ميوله. ميوله بالظبط كده. هايل. ماشي. بعد كده بيبتدي يلخص كل كتاب هو قراه في حاجه اسمها مدونه الانجاز. ها. دي موجوده على الموقع برضو، هو الطالب بيطبعها او احنا بنوزعها على المدارس، لكن الطالب اللي ما بيقدرش ان هو يحصل عليها هي متاحه برضه على الموقع، لكن احنا بالفعل بنوزعها على المدارس. وبيبتدي يلخص الكتاب اللي هو قراه بايجاز، بحيث ان هو يبقى مفهوم محتوى الكتاب ده فيه ايه، وموجود فيه اسم المؤلف والمحتوى الكتاب، يعني بيعلمه حتى ان هو ازاي يقدر يلخص موضوعات. يعني لو افترضنا مثلا الكتاب ال 85 صفحة بتاع الشباب بتوع تالتة ثانوي مثلا، يتلخص في كم صفحة المفروض؟ هو المفروض ان هم يلخصوه في الكتب، تتلخص المفروض في صفحة في مدونة الإنجاز دي. صفحة ال 85 في صفحة. هو التلخيص مش بمعنى ان هو بيلخصه كان، هو بيلخص زي ما بقول لحضرتك كده باسم الكتاب، محتوى الكتاب ايه بايجاز جدا، اسم المؤلف، يعني نبذه عن الكتاب. حلو جدا. طيب افترضنا انه اصبح خلاص عندي، لسه في مرحله بعدها. طيب ايه هي المرحله دي؟ المرحله الاوليه. ها. بنيجي في شهر 4 بتبقى في تصفيه اوليه بين الطلبه في المدارس. تمام. بناخد من كل مدرسة طالب من الأربع فئات، يعني بناخد كده 4 طلاب. أيوه. تمام. بعد كده بيصعدوا لمستوى الإدارة، وبناخد من كل إدارة برضو طالب من كل فئة. حلو. تمام. ماشي. نطلع بقى بعد كده على المديرية. حلو. على المحافظة يعني. زي ما أنتوا بتقولوا. لا لا أنا معاكي في المديرية، كملي. المديرية.
بنبتدي يبقى في ترشيح لخمس طلاب من كل فئة، يعني عندي 20 طالب لكل محافظة. اوكي. تمام؟ في ال 27 مديرية ال 20 طالب يبقى عندي وصلة ال 540 طالب. جميل. تمام؟ دي المرحلة الثالثة. نيجي للمرحلة الرابعة بقى، دي بيبقى فيها محكمين من مؤسسة البحث العلمي نفسها، لأن الثلاث مراحل اللي فوق اللي فاتوا دول بيحكمهم محكمون مختارون من وزارة التربية والتعليم. اوكي. تمام؟ المرحلة الرابعة المحكمين بيبقوا من مؤسسة البحث العلمي، وبيختاروا من العدد ده اللي قلت لحضرتك عليه خمسة أوائل من كل فئة. طيب ليه يعني من البحث العلمي؟ ما هو ممكن يكون الطالب اختار كتب مش متعلقة بأي بحث علمي، اختار أدب، اختار شعر. ما أنا بقول لحضرتك هو مسموح له يقرأ كل، لا دواوين الشعر مش مسموح بتلخيصها، مش مسموح بقراءتها. ليه؟ الدواوين، لأن الدواوين دواوين الشعر دي هيبقى ناس متخصصة هي اللي هتقراها، وفي بعض الحاجات كده مش داخلة معانا في المسابقة. يعني ولنا في ذلك حديث آخر، بس أكمل يا دكتور. طيب. بعد كده يبقى احنا وصلنا ايه؟ ان احنا في المرحلة الرابعة دي خدنا خمسة أوائل من كل فئة من الفئات الأربعة، يعني أوكي. وصلنا لعشرين طالب وطالبة. بعد كده العشرين دول بيتم اختيار الأول من كل فئة، وعددهم أربعة. تمام؟ حلو. على مستوى الجمهورية. جميل. الطلبة دول كلهم بيرتقي منهم الطالب الأول على الأول على الطالب المثقف. أول واحد بقى، وده جايزته بتبقى مليون جنيه. لا. لا. ها؟ بجد ولا هزار ده؟ لا بجد يا فندم. مليون جنيه مصري؟ مليون جنيه مصري. يعني ممكن يبقى طالب مثقف في أولى ثانوي، تانية ثانوي، تالتة ثانوي ياخد مليون جنيه؟ ياخد مليون جنيه وكأس الطالب المثقف. ده غير إنه بيبقى ليهم رحلة للمكتبات المتميزة على مستوى العالم زي سنغافورة أو يروحوا. طب المليون جنيه دي على المستوى بتاع الفئة ولا على كله؟ لا ما أنا بقول لحضرتك الأول على هو الأول واحد بس. على الفئات كلها ده اللي بياخد مليون جنيه. طب وهل المدرسه بقى اللي هو طالب فيها ليها من الحب جانب زي ما يتقال ولا لا؟ ليها نسبه من الفلوس دي بما لا ينتقص من جايزه الطالب. بتبقى نسبه قد ايه بقى يا دكتور؟ النسبه حوالي اعتقد 10% او 20%، انا مش متاكده قوي، بس هم معقول. لهم نسبه بياخدوها اللي اشرفوا عليه طوال فتره المسابقه. ماشي. يعني اللي اشرفوا عليه هنا ده معناها الاساتذه بتوعه، المدرسين بتوعه. تشجيع طبعا للاساتذه اللي كانوا معاه وبيقولوا له وبيساعدوه اكيد وكده. والله جايزه حلوه دي، جايزه يعني مشجعه. طيب كمان في لسه باقي جوائز كمان. الفئات بقى، المركز الأول بياخد نص مليون جنيه، الفئات اللي هي الفئة الصف من الأول الابتدائي لغاية الثالث ابتدائي. حلو. بياخد نص مليون جنيه المركز الأول، ومن الثاني للخامس 50,000 جنيه. برضه جميل. إلا ما كانش المسابقات دي على أيامي ليه؟ والله العظيم، والله العظيم أنا بحلف. أنا كان ممكن ساعتها آخد المليون جنيه دي ثلاث مرات مثلا. طيب لأول مرة أبقى مضطر أتباهى بشيء ما، يعني مضطر والله، بس الرقم زغللني، الرقم زغللني. برافو، ده مبدئيا جدا جدا. بس أنا هيبقى عندي سؤال بقى يا دكتور. طب الطالب اللي ملوش في القراية، أنا مش عامل له حاجة أشده بيها ناحية القراية، شكل جذاب بعيداً عن فكرة الجايزة، اللي ملوش في القراية مش هيكسب الجايزة أصلاً. لأنه مش هيبقى مقبل، ولو أقبل هيبقى إقبال سطحي، فده هيقع في التصفيات من بدري. تمام. أنا عايزه يجري على القراية، عايزه يحب القراية. ما هو لما على فكرة إحنا في طلبة مش يحب الفلوس. لا لا لا، في طلبة اشتركوا معانا في المسابقة الأولى في العام الأول وما حققوش أي نجاح، واشتركوا في السنة الثانية وقدروا يحققوا نجاح، فهو الطالب نفسه بيشتغل على نفسه.
طب ده كلام جميل برضو. طيب معلش انا عارف ان انا بقاطع بس عشان الكلام بيجيب بعضه. هل عند حضراتكم رصد بنسب المشاركه من اجمالي عدد الطلاب؟ يعني انا عندي في بالمناسبه المسابقه دي مدارس حكومه ميري ولا الكله؟ لا كله يا فندم، اي مدرسه خاصه حكومه. طيب يعني انا عندي تقريبا، وصححيني لو انا غلطان، تقريبا 25 مليون طالب في المراحل الدراسيه المختلفه. بالظبط كده. النسب قد ايه بتاعت المشاركه بقى من ال 25 مليون دول يا دكتور؟ والله انا اقول لحضرتك يا، نسب المشاركه ابتدت يعني ترتفع السنه اللي فاتت، حققوا 10 مليون 389 و313 ألف قارئ. 40% تقريبا يعني. نعم تقريبا 40% بيشاركوا. تقريبا. والله واحنا حلو. متوقعين السنه دي يبقى فيه زياده يعني. طب والله حلو. طيب انا عايز اجذب الباقيين يا دكتوره. ما بص حضرتك، يعني المبدا نفسه والمنطق بيقول ان استحاله، اصل دي هوايه واحنا بنشجع على اكتشاف المواهب. يعني يمكن اول حاجه صرح بيها معالي الوزير الدكتور رضا حجازي ان هو عايز بيشجع الموهوبين وعايزين ننمي قدراتهم ونهتم بيهم. الموهوب ده مش لازم كل ال 25 مليون طالب يبقوا موهوبين في القراءه، مش لازم كلهم يبقوا موهوبين في الرياضه. فانا عندي الطالب ممكن في 10 مليون بيحبوا القرايه، 5 بيحبوا المسرح، 5 بيحبوا الرياضة مع القراية. فاهمني حضرتك؟ فاستحالة ان كل الطلبة ال 25 مليون طالب ده من المستحيل ان هم يجمعوا على موهبة واحدة او هواية واحدة. ده كلام كويس خالص مش هنختلف فيه، بس اسمحي لي من وقت حضرتك حبة كمان. وهم انا راجل تركيبتي عقلية نقدية، خلقتي كده، طالع مولود غلس والله العظيم كده. من يوم ما اتولدت وانا غلس، يعني تلاقيني قاعد ادور وافند وادقق وحاجات زي كده. الولاد اللي مهتم بالمسرح اكيد بيقرا، اللي مهتم بالموسيقى هتلاقيه بيقرا، لكن هوايته الرئيسيه شغفه الرئيس ممكن يبقى الموسيقى، ممكن يبقى الفن التشكيلي، ممكن يبقى كذا، بس هو بيقرا. انا عايز، وهنا ممكن الناس تعتبر اني مضاوي، يعني انه أنا عايز الولاد والبنات اللي في المدارس في مصر كلهم يبقوا ولو في جزء كده بسيط من حياته إنه يبقى في حاجة اسمها كتاب بيتقري، زي أبويا وأمي مثلا. مش هقول زي أنا، يعني أنا جيلي بدأ، أنا كان جيل انهيار، إحنا جيل السبعينات ده منهار. فلكن الجيل بتاع أبويا وأمي، أنا راجل مواليد 75، فأنا بداية الانهيار، مش أنا يوسف بس جيلي. أنا عاوز أتفرج على المواطن المصري في يوم من الأيام، يعني بعد 10-15 سنة، زي المواطن بتاع أوروبا اللي بيبقى قاعد تحت الشمسية وماسك كتاب، قاعد في المترو ماسك كتاب، قاعد في القطر ماسك كتاب، يعني على طول ماسك كتاب، تسليته الأساسية كتاب، مش مهم إيه، المهم إنه ماسك كتاب. بالظبط. طيب هسأل سؤال قبل ما أخد الحتة النقدية بقى. أنا بناقش الولاد في الكتب ولا أنا بكتفي بالملخصات والمواجيز؟ لا طبعا، ده بيبقى فيه مناقشة على أعلى مستوى، وفي بالذات في المراحل الأخيرة اللي هي المستوى المرحلة الرابعة والخامسة، دي بيبقى يعني تقريبا بيبقى الفروق بين الأولاد يعني 1 من 10 1 من 100. فعشان كده المنافسة بتبقى قوية جدا، يمكن ده السبب اللي بيبقى فيه محكمين خارجيين، وهو المطلوب إثباته، لأنه أنا كنت مستني الإجابة دي، أو لو ما كانتش موجودة كنت هقولك والنبي يا دكتور أهم حاجة المناقشة، مش إن أنا أكتب ملخص وأعمل إيجاز للكتاب قدر الإمكان أو اختزال لمحتوى. دكتور إيمان بيتناقش فيه وبيتشاف وبيتقال له، ممكن حد يسأله طب رأيك إيه؟ أنا عايز كده، الكتاب أنا عايز يعني كده. لا حضرتك، بيحصل في مناقشات لو حضرتك حضرتها يعني أو شفت تسجيلاتها، طلبة يعني عندهم قدرة على التحاور والمناقشة والنقد رائع والتحليل كمان. طمنيني على الأجيال أكتر.
ربنا يخليكوا، ده مشروع عظيم عظيم، كملوا فيه واحنا باذن الله سبحانه وتعالى ايدينا في ايديكم، اذا عايزين مننا حاجه نقدر نعملها هتلاقينا موجودين دايما يا دكتور. اكيد حقيقي الف شكر، الف الف شكر. احنا ما قلناش ان المعلم الاول برضو المركز الاول. صحيح، المعلم هياخد كام بالمناسبه؟ مليون جنيه برضو يا فندم. ما نزحزحها، خليها مليون وحبه، يعني التلميذ هياخد مليون والمدرس الطالب مش كده؟ الا المدرس، والله بتكلم جد يعني يا دكتور ايمان بمنتهى الايمان انا بتكلم. لا يعني عايز المدرس ياخد الجائزه بتاعته زي جائزه التلميذ برضه؟ لا، ما هو بقى احنا فيها اختلاف شويه، ان المركز الاول بياخد مليون والثاني بياخد نص مليون والثالث بياخد ربع مليون ومن الرابع للعاشر بياخد 100,000. فطبعا هي جوائزها مختلفه عن الطالب. يعني استاذن لنا دكتور رضا حجازي، قولوا له يوسف الحسيني بيوصي ويشجع ويحبز، زحزح للمعلم 20% زيادة عن الطالب. هو المعلم هيلاقيها منين ولا منين؟ ده عندنا مهم. أنا كان في حياتي بصراحة معلمين، منهم من هو رحمة الله عليه ومنهم من هو لسه حي يرزق، ودايما أذكر أساميهم يعني لما بيجي في الحديث سبب، ليهم فضل كبير جدا عليا يعني، وبالتالي فانا اشجع جدا مساله ان احنا نفضل نشجع المعلم. اشكرك جدا يا دكتوره، ونورتينا وشرفتينا وطولت عليكي، وارجوك ما تعتبرينيش غلس زي ما ناس كتير معتبراني غلس يا دكتور. كل شكر دكتور ايمان محمد حسن المنسق العام لمشروع الوطني للقراءه العام 2023 بوزاره التربيه والتعليم. انا افتكر كويس قوي مدرسي العظيم مستر جمال رودلف، مستر عماد، مستر سمير محفوظ رحمة الله عليه، مستر فارس الله يرحمه، مستر عوض فرج فانوس ما عرفش أخباره إيه، أتمنى له يا رب إن عايش يديله طولة العمر والبركة في العمر، مستر فهيم، يعني في مدرسين ليهم فضل كبير عليا كبير، بالذات مستر جمال يا رب يكون سامعني والله حقيقي. طيب